السلام عليكم بارديكس، معكم في هذا الفيديو راح نهضر على التلميذ الجزائري. ديما نقول لكم ما راحش نهضر على القراي ولا الكسول ولا الفنيان ولا ما يحبش يقرا، راح نهضر على التلميذ الجزائري اون جينيرال. سي بون ساتوا الي بون. بروميييرمون التلميذ الجزائري ما يحبش يعاودوا له الهضره على القرايه. رضا وليدي سير روحك مليح هذا العام وجيب الباك داكور. اوا راني معول هذا العام ان شاء الله نجيبوه. ربي يعاونك وليدي. قرايه ها وليدي. اكسون توخطت في وليدي وتاني انا. التلميذ الجزائري كل دخلات على قرايه يعاود روحو ابري. هذا العام لازم نقرا مليح ونزير روحي. ما من الميكرو نديرو للقرايه. لامي التلميذ الجزائري هو الوحيد في العالم اللي يقدر يدير في وقت واحد زوج حفايس ما يداروش مع بعض. بار اكزومبل يكتب ويسمع في الغناء. بير قادر يكتب الدغز يسمع في الغناء ويرني معاه. بير قادر يكتب في الدغز يسمع في الغناء ويرني معاه ويلعب في الجو. بير اوكي جارد. التلميذ الجزائري اي وقت هو وكيقربوا الامتحانات دوك نراجع الماط نو اجتماعيات ولا التربيه الاسلاميه نو التربيه الاسلاميه نتريشيها دوك اجتماع بلي التربيه الاسلاميه نتريشيها نو سي نو لامي. التلميذ الجزائري عنده نيفو عالي بصح ما يقدرش يبين نقول لك ليه باسكو عندنا لي جور والفيسبوك ادوات الترفيه ما خلاوش يقرا. باغ كونتخ التلميذ الجزائري هو الميور في العالم نقول لك ليه اسكت باسكو حوحوش كروحو فوالا. بون لا فيديو خلاصت، الى عجبتك بارطاجيها ولا ما عجبتكش ما تبارطاجيهاش ولا عجبتك ما تبارطاجيهاش. بام لامي. واش باش ما يفوتكمش جديد ابوني في لاشين يوتيوب ولا ديروا جيم في لاباج تاعي اللي راهي تحت الفيديو. الي تشاو.